أول ضيف في حلقتنا اليوم هو ضيف لجنة من دوار الثامنة بقبيلة جزنايا، واللي حقيقة معروف بالشدة ديالو أو محافظته الشديدة على النمط التقليدي في الأداء. وكذلك هو من الأشخاص اللي شاركوا في مهرجانات عديدة، من بينهم مهرجان فاس للموسيقى الروحية. استقبلوا معي جميع الفنان محمد مبروك. مساء الخير. مساء الخير، شكرا. أهلا بك معنا في حلقة اليوم باش نوقفوا وكذلك نتعرفوا بالموسيقى على خصائص هذا الفن الجميل جدا. مبروك، مساء الخير مرة أخرى، وأهلا بك معنا. فكيف ما ذكرت في البداية، أنت محافظ، بمعنى أنك تعتبر أن الأغنية الريفية كيخصها ما تخرجش على الناي والبندير والغيطة ياك. نعم نعم، وكتبان لي أنا بحال الحوت إلى خرج من الماء. وهذا يعني تصريحك في إحدى الجرائد. نعم. شرح لنا أكثر. أكثر كما قلنا من البداية، بعد اسمحوا لي نشكر هذا الجمهور الجميل بعد اللي معنا هذه الليلة صار معنا. وتحية لهذا الطاقم التقني، وتحية لهذا القناة الثانية اللي كتبنا بحال الضو في الظلام، لأن فتحتنا الأبواب ديالها. الأغنية الريفية إلى خرجت بالنسبة لي، إلى خرجت على رلا بويا والإيقاع ديالها وثامجة، يعني كتولي عصرية، كتولي عصرية. ولكن إلا حافظنا عليها، كان خافوا على هذا الفن الثقافي أو الفن القديم غادي نقارد. هذا هو السبب اللي جعلني أنا باش غادي نرتبط به، وباش غادي تكون عندي معاه العلاقة، وكنتمنى إن شاء الله تكون طويلة والآفاق طويلة إن شاء الله. كنتمنى. فكيف ما ذكرت أن مشاركتك في مهرجان فاس للموسيقى الروحية، كانت عندك فرصة أنك تكون عندك اتصالات ما بينك وما بين قنوات أجنبية. والمشروع هو تصوير فيلم. أو أعمال وثائقية. تكلم على هذا المشروع فين وصل. نعم، هذو كان وعدوني بجوج ديال القنات، واحدة إنجليزية واحدة إيطالية، غادي يديروا واحد المشروع ديال فيلم وثائقي على هذا الفن هذا القديم اللي هنا في المغرب وعلى التراث المغربي. وهذا هو الوعد اللي عطاو لي، وان شاء الله غادي يتصلوا معنا وباش غادي يكون تصوير ويكون مرافق بالموسيقى الامازيغيه وفيها الاثار ديال لالا بويا ان شاء الله. وكنتمنى ان هذا المشروع يعرف النجاح من يخرج للوجود. فغادي نبقاو معك الان ومجموعتك في هذه الوصله الغنائيه. فاول وصله من بعد طبعا الرقصه الجميله جدا رفقه محمد مبروك. اليكم محمد مبروك والمجموعه. شكرا. أركوسين ويقار صدار خسنان، أركوسين ويقار صدار خسنان، أركتي ويمتين أنتون دسمام. أتساوي انتي تسار تتشريخ جدار، أتساوي انتي تسار تتشريخ جدار، أزرون أتي دي سيغ وزمي راغي ودرار. أني غيجو خريق وغار يتجينو ما أني غيزو خريق وغار يجين وماس يمتسين وزجيف وقرغي ودان قيد باس أي لباس يماين ويما تغيري وانطم صبغي يماين ويما تغيري وانطم صبغي جات جد درتو يا راخا بيديري جات جد درتو يا راخا بيديري يماين ويما تغيري وانطم صبغي يماين ويما تغيري وانطم صبغي
جاتك درتو يا رخبيدين جاتك درتو يا رخبيدين جاتا جدرتو يا رخا في ديري من دارك جمادو صدار ما نشط من دارك يماينو يما تغيري ونطم صبدي يماينو يما تغيري ونطم صبدي جاتا جدرتو يا الرخا في ديلي جاتا جدرتو يا الرخا في ديلي يا قاع لما تردي جواي تغيمي يماينو يما تغيري وانت مصبضي يماينو يما تغيري وانت مصبضي جاتا جدرتو يا الرخا في ديري جاتا جدرتو يا الرخا في ديري زر وزرود وشد يماينو يما زر وزرود وشد دقان في طاوين وقبخ نوقد أشمرد دقان في طاوين وقبخ نوقد أشمرد يماينو يما تغيري ونطم صبدي يماينو يما تغيري ونطم صبدي جاتا جدرتو يا رخا في ديري جاتا جدرتو يا رخا في ديري لا شك فعلا تراثنا غني جدا. شكرا لكم لهذه المجموعة الجميلة جدا ولهذه اللوحة اللي قدموها لنا. فمرحبا بك مرة أخرى محمد مبروك. شكرا مرة أخرى عاوتاني. أهلا بك. فكيفاش ممكن تصنف الأغنية التقليدية الريفية يعني من حيث الأشكال أو الأنواع؟ نعم، إلى اللون يعني القديم أو كما قلنا يعني الشكل اللي أساسي بالنسبة للريف. إلى ذكرنا رالا بويا يعني كانت كتعنينا يعني ملكة الجمال سابقا بعد في الريف، وكانت تغنوا يعني برالا بويا. وكاين واحد النوع اللي كتسمى الرايس، ربما السي أحمد راه شار ليه الرايس أو أدار، يعني كتكون يعني الفتيات هما أي أغنية كتكون المرأة هي سباقة الأغنية الريفية. ف
فعموما فكتبقى هاد الاشكال كلها يعني تحت غطاء الاغنيه الامازيغيه الريفيه. نعم. باش وهذه ميزه يعني ما كتزيد الا قيمه جيده كبيره في الابداع في الشعر. فغادي نبقاو في وصله غنائيه ونرجعوا معك محمد مبروك، شنو رايك؟ انا نتمنى لكم السعاده بعدا. شكرا. شكرا لك. وغادي نبقاو معك الان فصله غنائيه انت والمجموعه ديالك. فاليكم محمد مبروك فصله غنائيه ثم نواصل المشاهدين. شكرا. سنتموت رلت مازيختينا وهي يجي سنتموت وغاريتي زمار وموت غبوط وغار رلت مازيختينا وهي يجي سنتموت رلت مازيختينا وهي يجي سنتموت رلت مازيختينا تدبرتي زناين وزد يدي سطمور صارغتك سنانا رلت مازيختينا وهي يجي سنطمور رلت مازيختينا وهي يجي سنطمور ورغاري في زمان وموقف بوضوار يبضى ربي ونسم خافي يبضى لا تمازغتين وهي يجس نظمات لا تمازغتين وهي يجس نظمات ولا باريتي زمار وموت غبوط وضوار رلت مازيختينا وهي يجي سطمور وغاريتي زمار وموفق بوطور من أول وهلة كنلاحظوا يعني تناسق لا من ناحية الحركة الأداء والتعبير، وهذا اللي أضاف لهذه اللوحة الجميلة جدا رونق وجمال أكبر. فشكرا لك محمد مبروك.